وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. هنا الإمام المهدي عليه السلام هو حلم الأنبياء، وهو الذي يحقق ما سعوا إليه الأنبياء منذ الخليقة إلى ظهوره أجل الله فرجه الشريف. فله سنن من سنن الأنبياء، له سنن في 5 أنبياء سنذكرها إن شاء الله تعالى. هنا ورد عن محمد ابن مسلم، وورد هذا في إكمال الدين الجزء الأول صفحة 327. ورد أنه قال: دخلت على أبي جعفر محمد ابن علي الباقر عليهما السلام، وأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل محمد صلى الله عليه وآله، فقال لي مبتدئا: يا محمد ابن مسلم، إن في القائم من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله سنة من خمسة من الرسل: يونس بن متى، ويوسف بن يعقوب، وموسى وعيسى، ومحمد صلى الله وسلامه عليهم أجمعين. فأما سنة من يونس ابن متى فرجوعه من غيبته وهو شاب بعد كبر السن، يعود الإمام وهو شاب ابن 40، هكذا ورد في الروايات. وأما سنة من يوسف ابن يعقوب فالغيبة من خاصته وعامته، غاب الإمام من الخاصة والعامة، واختفائه من إخوته، وإشكال أمره على أبيه يعقوب أنه ما علم أين هو ابنه يوسف وهو نبي، مع قرب المسافة بينه وبين أبيه وأهله وشيعته. وأما سنة من موسى عليه السلام فدوام خوفه، وهنا مقصود بخوفه خوفه على الدين لا على نفسه، فالدين يتمثل به، وطول غيبته وخفاء ولادته وتعب شيعته من بعده مما لقوا من الأذى والهوان، إلى أن أذن الله عز وجل في ظهوره ونصره وأيده على عدوه. وأما سنته من عيسى فاختلاف من اختلف فيه، حيث قالت طائفة ما ولد، وطائفة منها قالت مات، وطائفة قالت قتل وصلب. وأما سنته من جدي محمد صلى الله عليه وآله فتجريده السيف وقتله أعداء الله تعالى وأعداء رسوله صلى الله عليه وآله والجبارين والطواغيت، وأنه ينصر بالسيف والرعب كما لرسوله صلى الله عليه وآله كان الرعب لأعدائه، والذين يقاتلونه يدخل الرعب في قلوبه فينتصر صلى الله عليه وآله، وأنه لا يرد له راية، كل الرايات سيفنيها الإمام سلام الله عليه، وأن من علامات خروجه صلى الله عليه وسلم عليه خروج السفياني من الشام وخروج اليماني، وصيحة من السماء في شهر رمضان، ومناد ينادي من السماء باسمه واسم أبيه. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. إليه يتوجه الأولياء.